الطقوس ديال رمضان بحال كل عام، الجماعة مع العائلة واليوم مع الفنانين، وصافي هو الشهر اللي كنتقربوا شوية الله أكثر، وفيك هاد لا بيريود دوزناها خدمة، دونك سي لوكازيون فين كنرتاحوا شوية. وانا ديما كنقول لكم ما عنديش مع الكوزينه، ولكن هذا العام درت ماستر شيف وكنتمنى يعجب الجمهور ماستر شيف سيليبريتي. هذا العام شاركت فيه وتعلمت حويجات جداد اللي انا كنت نول في الكوزين، ما تعلمت شي حوايج، دونك وليت كندخل الكوزينه غراس ماستر شيف. الوغ عندي مشاركه في الماضي لا يموت مع الفنان الكبير رشيد الوالي وفنانة الغزالة فاطمة خير، مجموعة من الفنانين، ونورمالمون كان غادي يكون مسلسل ثاني عندي في رمضان اللي دابا خرج من السباق الرمضاني، وغادي يكون إن شاء الله وسط العام مع ياسين فنان، إبي فوالا وعندي ماستر شيف سيليبريتي. انا بديت من لبنان والعروض كانت عندي قبل ما نبدا في المغرب، كانت عندي عروض في لبنان وفي مصر وهذا الشيء، مي انا رجعت المغرب وخدمت في المغرب، دونك العروض باقا ديما عندي تما، ونقدر ندير شي اعمال ان شاء الله في السنه اللي جايه. نو كومنت، ما عندي حتى تعليق على هذا الموضوع. لا مازال شويه، ما جو بونس با، ما عرفتش يمكن تلما ولا هكا كثير، كو جو بريفير هذوك لي مومون زوينين نحتفظ بهم راسي، ولا نقدر ما نديرش عرس كاع، نكون غير في شي بلاد وحفله صغيره غير فيها لا فامي وهذا الشيء وسيتو. رمضان مبارك سعيد على الجميع، والله يتقبل منا ومنكم الصيام.